البراعة التجارية الفائقة التي تعرف بها سلطنة عمان تعود إلى العصور القديمة، فقد أبحرت السفن بشتى أنواعها من الموانئ العمانية إلى مختلف أرجاء العالم، محملة بالتمور واللبان والمعادن الخام. قواعد قوية راسخة من التجارة تم وضعها منذ عدة قرون، واليوم واسترشاداً بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تواصل هذه الفلسفة نموها ونجاحها بدعم من غرفة تجارة وصناعة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على المبادرة الطيبة بإقامة حفل بمناسبة مرور 45 عاماً على إنشاء الغرفة. لقد كنت رئيساً لغرفة تجارة وصناعة عمان من عام 1987 إلى نهاية عام 1991. في عام 1990 تشرف بعض أعضاء الغرفة باللقاء مع حضرة صاحب الجلالة، ومن الصدف الجميلة بأن هذا اللقاء تم في 18 فبراير وهو تاريخ هذا الحفل. في ذلك اللقاء أمر مولانا حفظه الله ورعاه بأن يعين رئيس الغرفة عضوا في مجلس التنمية، وكان هذا لا شك مكسب كبير للقطاع الخاص. تم إنشاء غرفة تجارة وصناعة عمان في عام 1973 بهدف تعزيز القطاع الخاص في السلطنة وإعطائه صوتاً ومقدرة تمكنه من لعب دور رئيسي في عملية التنمية المستدامة. امتدت جهود الغرفة لتلامس كافة قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومدت شبكة فروعها لتصل إلى حيث يوجد رجال المال والأعمال. أنا في الحقيقة عايشت الغرفة منذ تأسيسها. كنت عضو في مجلس إدارة، ثم نائب للرئيس، ثم رئيس مجلس إدارة الغرفة. الغرفة في الحقيقة في الواقع هي حلقة وصل من بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات الاقتصاد، مؤسسات العالمية الخارجية الاقتصادية. لقد عملت الغرفة بشكل وثيق مع الحكومة من أجل تمكين وتفويض القطاع الخاص وتضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال عدد من المبادرات المنهجية الرائدة. منذ بدايات فجر النهضة المباركة، وكان نهج مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بناء دولة المؤسسات والاهتمام بالقطاع الخاص ورعايته لأجل تعزيز مساهماته في عملية التنمية الشاملة المستدامة. ومن هنا وفي عام 1973 تم ترجمة النهج السامي لجلالة السلطان المعظم بتأسيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي هي مظلة القطاع الخاص والمثل الرسمي له وصوت القطاع الخاص. وبعد 45 عاما على تأسيس الغرفة أصبح لها في الوقت الراهن كيانا نفتخر به جميعا، وأصبح بها العديد من الكفاءات الوطنية، كما أن أعضاء مجلس إداراتها منتخبون بالكامل سواء في مقرها الرئيسي أو في فروعها بالمحافظات. وبهذه المناسبة العزيزة يسرني باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بأن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والطاعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ولحكومة جلالته على ما يولونه من رعاية واهتمام للقطاع الخاص العماني بشكل عام
ولغرفة تجارة وصناعة عمان بشكل خاص. أود أن أعبر عن سعادتي بأنني عملت في غرفة تجارة وصناعة عمان وهي بيت التجار لمدة ترقى إلى 29 عاماً. خلال هذه الفترة تشرفت بمتابعة النقل النوعية لأعمال الغرفة والأدوار التي تؤديها لخدمة الاقتصاد الوطني. سعيد بكل تأكيد بالتحاقي بالعمل بغرفة تجارة وصناعة عمان، وسعيد أيضاً بمشاركة زملائي بالاحتفال بمرور 45 عام على تأسيس هذه المؤسسة العريقة التي ساهمت دون أدنى شك على مدار السنوات الماضية في النهضة المباركة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. إن الموظفين ذوي الخدمة الطويلة مثل هؤلاء يجعلون من غرفة تجارة وصناعة عمان واحدا من أفضل الأماكن للعمل، مؤسسة قوية وسعيدة يعي فيها الموظفون قيمتهم وتلقى إمكانياتهم كل الاهتمام والرعاية. بينما نحتفل بمرور 45 عاماً من الإنجازات المثمرة، نؤكد من جديد التزامنا لوطننا وأمتنا، تنمية رأس المال البشري والاقتصاد والمجتمع. نفخر بكوننا صوت القطاع الخاص في عمان.